أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن بيان منظمة مراسلون بلا حدود حول أوضاع الصحفيين في اليمن. دقت منظمة مراسلون بلا حدود ناقوس الخطر إزاء وضع الصحفيين والإعلاميين في اليمن، وأكدت المنظمة اختفاء ما لا يقل عن 20 صحفيا في اليمن منذ اندلاع الأزمة في 2015، لافتة إلى أن عائلات معظم المختطفين لا تملك أي معلومات دقيقة عن مكان احتجازهم أو مصيرهم. وقالت مراسلون بلا حدود أن التعامل الذي يلقاه الصحفيون سواء على يد الحوثيين أو قوات التحالف يمثل استخفافا واضحا بقانون حماية الصحفيين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة تستهدف الصحفيين اليمنيين بشكل ممنهج بغض النظر عن أماكن تواجدهم. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف يمكن فرض مزيد من الضغوط على الأطراف في اليمن للإفراج عن الصحفيين المختطفين؟ وما هي أوضاع الصحفيين في عدن والمناطق المحررة بعد انقلاب عدن؟ ما لا يقل عن 20 صحفيا في اليمن مخفي منذ العام 2015 مع اندلاع الأزمة والحرب التي تفجرت بانقلاب الحوثيين على السلطة. حالة الاختفاء القسري للصحفيين، قالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان لها، إن ناقص خطر وإدانة سياسية تمس مهنة الصحافة وتبعث على القلق. كشفت المنظمة عن اختطاف صحفيين اثنين خلال الأسابيع الماضية من طرف مسلحين في صنعاء وعدن، وهو ما يرفع عدد المختفين إلى 20 صحفياً، مشيرة إلى أن غالبية من تم اختطافهم على يد قوات حكومية وغير حكومية، ولا تملك عائلات معظمهم أي معلومات عن مكان احتجازهم ولا عن مصيرهم. يتعامل الحوثيون وقوات التحالف بحسب مراسلون بلا حدود باستخفاف واضح مع قانون حماية الصحفيين، ويتعرض الصحفيون للاستهداف وترتكب مختلف الأطراف انتهاكات في حقهم. أوردت المنظمة قصصا لصحفيين اختطفوا في صنعاء وعدن، في إشارة إلى تشابه أوضاعهم والخطر المحدق بهم في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وفي تلك الخاضعة للميليشيات المدعومة من الإمارات في المناطق الجنوبية. مع انقلاب ميليشيا الحوثي توزع الصحفيون في صنعاء بين معتقلين وقتلى ومنفيين خارجها، ومن بقي فيها اضطر لتغيير عمله. اليوم ومع انقلاب المجلس الانتقالي على الشرعية في عدن يتكرر ذات السيناريو على الصحفيين، ليجد الذين هربوا بالأمس من صنعاء إلى عدن أنفسهم أمام مصير مجهول. مع كل يوم يمر تتمدد فيه الميليشيا على الأراضي اليمنية تستاء أوضاع الصحفيين وبيئة العمل الصحفي، وتتذيل اليمن قوائم الترتيب الدولية لحرية الصحافة. قالت منظمة مراسلون بلا حدود في آخر لائحة لها إن اليمن تحتل المرتبة 168 من أصل 180 بلداً. إذن نبدأ النقاش مع ضيفنا من جنيف، رئيس منظمة سام للحقوق والحرية الأستاذ توفيق الحميدي. أهلا بك أستاذ توفيق. نذهب إذن إلى العاصمة المؤقتة عدن، وينضم إلينا من هناك الصحفي عبد الرقيب الهديان. أهلا بك فيك أستاذ عبد الرقيب. أهلا وسهلا، حيا رساني أستاذ عبد الرقيب. التقرير الأخير لمراسلون بلا حدود يتحدث ربما وهو يدق ناقوس الخطر باختطاف 20 صحفي في اليمن منذ 2015. في البداية لو نتحدث أو تعليقك على ما ورد في هذا التقرير كأرقام وتحذيرات في البداية. بداية التحية لك سامي ولمتابعي القناة. وضع الصحفيين ووضع حرية التعبير ووضع الصحافة عموما في اليمن، ربما الأربعة الأعوام التي مرت هي أسوأ الأعوام التي مرت يعني على الصحفيين على الإطلاق منذ انطلاق التعديلية السياسية والسماح بحرية الرأي والتعبير. بكل تأكيد سقطت الدولة وحلت الميليشيات. الميليشيات عبارة عن يد تبطش ولا عقل لها، وبالتالي لا تريد يعني لا تسمح بالصوت الآخر، لا تسمح بالرأي الآخر، لا تسمح بحرية الرأي والتعبير، وبالتالي جرفت كل وسائل الإعلام وكل الصحفيين إلا من كانوا يدينون لها
ويسبحون بحمدها سواء في صنعاء أو في المحافظات التي سقطت في أيدي الحوثيين، ومثلها المحافظات بين قوسين محررة ولكنها تديرها ميليشيات مناطقية، ميليشيات لديها مشاريع جهوية وتتعامل بعنصرية مقيتة. ولذلك لا تجد اليوم يعني مثلا معارضون أو صحف أو وسائل إعلام معارضة أو مستقلة في صنعاء، وكذلك الحال في عدن. الأسوأ على الإطلاق هو ما حل للصحفيين. أنا ومشواري الصحفي يعني تقريبا 20 عاما لم أعش هذا التشرد. أنا حتى الآن قد شردت خمس مرات وأنا صحفي 5 مرات خلال هذه السنوات الأربع. بالتالي نحن نعيش وضعا غير صحي، وضع غير طبيعي، وضع خوف وهلع. وهناك صحفيون قتلوا، وهناك صحفيون زج بهم في السجون، وانتهاكات في الجملة. نحن نعيش في وضع متوحش، لا سلطة إلا للميليشيات واليد التي تبطش وتضرب المعارضين. وبكل تأكيد يأتي الصحفيون باعتبارهم الشهود الذين يوثقون هذه الانتهاكات وأعمالها القبيحة وإجرامها على الأرض، يأتيهم على رأس هؤلاء من يتعرضون لبطشها وانتهاكاتها والاعتقالات ومختلف أنواع الانتهاكات. طيب اليوم إذن ماذا بقي من مفهوم الصحافة ووظائفها اليوم في ظل الوضع والواقع الحالي في اليمن؟ لم يعد شيء. يعني هل تستطيع، أنا إذا سألت هل أستطيع أن أذكر ولو صحيفة معارضة موجودة في صنعاء أو صحفي معارض في صنعاء يعارض الميليشيات وينتقدها من داخل صنعاء؟ هل أستطيع الآن أن أتحدث عن صحفي يتحرك بحرية ويدير وسائل إعلام أو وسيلة إعلامية في عدن؟ لا يمكن ذلك، غير موجود. لم يعد هناك شيء. اليوم لا صوت يعلو على صوت الميليشيات، لا صوت يعلو إلا صوت البندقية وهذه الانتهاكات التي تتفرع وتتمخض عن هذه الميليشيات. ولم يعد هناك صوت معارضين. المعارضون مشتتون، إما في السجون أو قتلوا أو هم خارج دائرة سلطة الميليشيات. هذا هو طيب الواقع. عدن بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها عدن، لا يمكن أن نتحدث عن صحافة حرة ومسؤولة في مناطق الميليشيات. طيب بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها عدن، كيف يمكن وصف واقع الصحفيين والعمل الصحفي فيها؟ يعني بكل تأكيد من خلال معرفة وتتبع ويعني معرفتنا بأداء هذا الواقع، يعني بواقع الصحفيين في هذا الواقع، يعني نستطيع أن نقول أنه حتى المغردون، يعني حتى المغردين الذين لديهم حسابات يعني مشهورة في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يتم مطاردتهم. بالأمس وزعت ميليشيات المجلس الانتقالي قائمة مكونة من صحفيين ومغردين ولديهم حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، وزعتها على النقاط ويتم ملاحقتهم يعني بالاسم. تمت مداهمات لناشطين، تمت اقتحامات لمنازلهم، يتم مطاردتهم في كل مكان، لا يستطيعون العمل إلا بالتخفي ويشعرون بالخوف. صار الصحفي اليوم في نظر هذه الميليشيات هو مجرم وعنصر خطير يهدد السكينة العامة. نشروا قائمة وكتبوا عليها، ونحن من ضمن هذه القائمة، كتبوا أن هؤلاء هم يثيرون الفتنة في عدن والمحافظات الجنوبية. يعني الصحفي يثير الفتنة، ومن يحمل المدفع ويحرك الدبابة والمدرعة والكلاشينكوف ويعتدي على المؤسسات ويعتدي على مؤسسات الحكومة الشرعية، هذا يوزع الورود. ومن لا يملك إلا كلمته ورأيه ومنشور على شبكات التواصل الاجتماعي هو عنصر خطير في نظر هذه الميليشيات. بالتالي نحن اليوم أمام واقع مختل، اختلال شامل يشمل كل مجالات المجتمع في وطننا للأسف الشديد.
تبقى معنا استاذ عبد الرقيب ونشرك معنا في النقاش الاستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمه سام للحقوق والحريات. اهلا بك استاذ سام. استاذ توفيق اهلا وسهلا بك وكل عام وانت بخير اخي الكريم. وانت بخير استاذ توفيق. تزايد اذا اعداد المختطفين الصحفيين في مناطق سيطره الحوثيين والمناطق الخاضعه لتشكيلات التحالف على حد سواء، الى ماذا يشير؟ حقيقة الأمر يشير إلى أن هذه الجماعات يعني تضيق بالرأي والرأي الآخر، وأن تكوين هذه الجماعات أو هذه الميليشيات بمعنى أدق هو التكوين قائم على إلغاء الطرف الآخر وقائم على الصوت الواحد. ولذلك عندما تسيطر مثل هذه الميليشيات سواء كانت في عدن أو في صنعاء، نحن نكون أمام خيارين أو مع الصحفيين أو لتعاملين اثنين. التعامل الأول هو تدجين مجموعة من الصحفيين ليتحولوا إلى مجموعة من الأبواق يبثون خطاب الكراهية والتحريض والانتقام حتى ولو على أصحابهم. ولذلك هذا رأيناه من خلال رصد مجموعة من المنشورات للصحفيين الموالين لجماعة الحوثي أو الصحفيين الذين يوالون اليوم ميليشيات المجلس الانتقالي في عدن. والتعامل الآخر يكون مع محاولة إسكات أي صوت معارض من خلال الإرهاب والاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والمداهمات والمصادرات. اليوم ربما ما يحدث في عدن إلى حد الآن هو قريب وإن كان بصورة أقل لمجموعة من الظروف، لكن ربما هو تكرار يعني تستطيع أن تقول لما حدث في صنعاء. كثير من الاستيلاء بالقوة، نهب المؤسسات، مداهمة البيوت إلى غير ذلك. وبالتالي نحن رأينا مجموعة من المضايقات والانتهاكات التي مورست ضد الصحفيين في محافظة عدن في ظل حكم الحكومة الشرعية وسيطرة الحزام الأمني على النقاط والمعسكرات. ورأينا اختطافات واعتقالات واعتداءات وسجلت في ذلك في حينها الكثير. اليوم بعد أن سيطر وأصبح سلطة حاكمة على أرض الواقع بحكم القوة، أعتقد بأن الأمر سيتطور بصورة أكثر. ورأينا خطاب تحريض واضح، رأينا قائمة تم تداولها بصورة أكبر سواء لناشطين إعلاميين أو حتى لناشطين حقوقيين. أستاذ توفيق، هل رصدتم أي انتهاكات ضد الصحفيين فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين اليوم في عدن بعد التطورات الأخيرة؟ وما الذي رصدتم؟ نحن حقيقة رصدنا المشهد منذ مقتل أبو اليمامة إلى حد اليوم. لدينا كثير من الحقائق، كثير من الرصد، كثير من الأسماء، كثير من الوقائع. ونحن بصدد إصدار تقرير متكامل يتحدث عن كافة الانتهاكات من الإخفاء القسري، من سقوط الدولة، من النهب، من اقتحام البيوت، من المداهمات. كثير من الوقائع نحن في صدد التحقيق فيها، لأننا كمنظمة لا نستطيع أن نعول بالدرجة الأساسية على البلاغات التي تأتي فقط، لابد من نتأكد منها من صورة أو بأخرى. لكن ما أستطيع أن أقوله أن هنالك انتهاكات تستطيع أن تصفها على نطاق واسع وبصورة ممنهجة، بمعنى أنها صادرة من أعلى إلى أسفل، تستهدف فصائل معينة لأسباب سياسية مناطقية متعلقة بالرأي والرأي الآخر. تبقى معنا ستوفيق عود الأستاذ عبد الرقيب. أستاذ عبد الرقيب، إلى أي حد اليوم نستطيع أن نقول أن ربما وضع الصحفيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يتشابه مع وضع الصحفيين في عدن والمناطق المحررة؟ بكل تأكيد الميليشيات ملة واحدة ومنهجها واحد وإفرازاتها واحدة، خطابها واحد. صحفيون في صنعاء تعرضوا للقتل ووضعوا يعني في مخازن يعني سلاح. صحفيون في صنعاء لا زالوا الى اليوم في السجون. وبالمقابل صحفيون في سواء في المحافظه الجنوبيه في عدن او في الضالع تم اغتيالهم. ذكي الثقلبي الصحفي ذكي الثقلبي تم اغتياله في الضالع. صحفيون تم اغتيالهم و يعني وتم تعرضوا للضرب، وهناك يعني صحفيين يتبعون وسائل اعلام عدنيه لا زالوا اليوم يعني موجودين في السجون. اليوم يتواصل الصحفيون يعملون في ظروف سيئه
السوء يتوزع في صنعاء ويتوزع في عدن، يتوزع في كل مكان. صحفيون تم يعني بسبب مقال تم سجن يعني صحفي في حضرموت. الموضوع متشابه، الميليشيا واحدة، النفس الضيق الذي يرفض الرأي الآخر ويرفض الصحافة باعتبارها شاهد وعين للداخل والخارج، والميليشيات عموما يعني لا تتحرك إلا بيدها الباطشة وبسلاحها، لا تؤمن إلا بالسلاح، ليست لديها حجة، ليست لديها رأي، ليس لديها منطق. وبالتالي الصحفي يكون عدو هنا، عدو للعنف، عدو لهذه البلطجة التي تمارسها الميليشيات، وبالتالي تضعه في الخانة رقم واحد في خانة الاستهداف. وهذا ما نراه اليوم في كل المحافظات وفي كل المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، سواء في مناطق الحوثيين الانقلابيين أو مناطق المحررة بين قوسين والتي تديرها ميليشيات المجلس الانتقالي والحزام الأمني. الحال واحد، والخوف والذعر هو الذي يتمدد في كل اليمن من أقصى إلى أقصى، للصحفيين وللناشطين الحقوقيين ولحتى المغردين ومن يملك حساب في شبكات التواصل الاجتماعي. نرحب أيضا بضيفنا من الدوحة وكيل أول نقابة الصحفي اليمني الأستاذ سعيد ثابت. أهلا بك أستاذ سعيد. أهلا وسهلا أستاذ سعيد. منظمة مراسلون بلا حدود دقت ناقوس الخطر بإشارتها إلى اختفاء 20 صحفي في اليمن منذ العام 2015. بداية، ما تعليقكم على ما أوردته المنظمة من أرقام وتحذيرات؟ يعني تقرير مراسلون بلا حدود هو تتويج لحالة الصحفيين أو تتويج لواقع حال الصحفيين في اليمن. كان هناك 18 مختفيا ومعتقلا خلال الشهر الماضي، خلال الشهر الجاري بالتحديد، بالأصح شهر يوليو وهو الشهر الذي مضى قبل أيام. تم إخفاء أو اختطاف زميل في عدن وهو رئيس تحرير مأرب اليوم، ولم يعرف مصيره ولا مكانه. وبعدها بأسبوع قامت أيضا ميليشيا الحوثي باختطاف صحفي أثناء شرائه بعض الاحتياجات في صنعاء، في أحد المحلات في صنعاء، وأيضا لم يعرف عبد الحفيظ الصمدي، ولم يعرف مصيره ولا مكانه. فهؤلاء صاروا 20، لدينا 10 يواجهون خطر الموت بسبب محاكم العوديين. الآن الصحفي صار يعيش في حالة يعني في واقع ميليشياوي في كل أنحاء اليمن للأسف الشديد. كان لدينا بعض أمل في مناطق المحررة، لكن الوضع الآن صار أكثر بؤسا. الصحفيون لم يجدوا مكانا يأوون إليه ولا يمارسون عملهم فيه، ومطاردون. تحملات التحريض عالية في عدن، لاحظنا جهة مجهولة تحت اسم وحدة الرصد والمتابعة الجنوبية تحرض على زملاء صحفيين بالقتل والمطاردة والسحل، وأيضا الزملاء المغردين والناشطين في مواقع التواصل. نحن نشعر بأن الأمور يعني كادت تسوء بشكل، بل ساءت بشكل أكبر مما كانت عليه في ظل هذا التفسخ للحكومة الشرعية ولميوعة الأوضاع التي أفضت إليه الانقلاب الأول، وما سيسفر عنه الآن الانقلاب الثاني الذي نعيشه للأسف، نعيش تداعياته في هذه اللحظات. طيب بالنسبة لكم في النقابة أستاذ سعيد، ما الدور الذي قمتم به للرفع أو للحد من معاناة الزملاء الصحفيين؟ يعني شوف، النقابة نفسها هي معبر عن واقع الصحافة والصحفيين. عندما تضرب الصحافة والصحفيين لم يبقى للنقابة دور عدا الدور الاتصالي والإعلامي. أنت تعلم أن النقابة معظم قياداتها مطاردين ومشردين مثلهم مثل زملائهم، هم ليسوا محصنين من هذا الواقع البائس. هم أيضا بعضهم مستهدف بالقتل، بعضهم مستهدف بالاعتقال، بعضهم مختفي.
سياسي، بعضهم مشرد، مقر النقابة شبه محتل، مبانيها سواء كانت في صنعاء أو في عدن يسيطر عليها مسلحون. يعني واقع النقابة نفسه هو تجسيد واقع الصحابة. فلدينا زملاء يمارسون عملهم من خلال نشاطهم حيثهم في المهجر، حيثهم في مواطن التشرد في سواء في أوروبا أو في غيرها، يتصلون بالاتحاد الدولي، هم الذين يتواصلون مع مراسلين بلا حدود، هم الذين يقدمون واقع الحال للصحافة اللي بهدف الضغط على المجتمع الدولي لوضع حماية للصحفيين. هذا دورهم أيضا الفعاليات التي ينظمونها. أما داخل اليمن أصلا الصحافة مضروبة ابتداء، والنقابة لا تنتعش في جو بوليسي، هي تنتعش في الجو الديمقراطي، وإذا جاء الوضع بوليسيا فهي تتقوقع على ذاتها وتمارس نضالا إعلاميا يكاد يكون سري. يعني الآن أي نقابي بيشتغل في سواء في صنعاء العاصمة الأولى أو العاصمة الثانية عدن هو مستهدف سواء كان نقابيا أو صحفيا، فهو بالأخير صحفي. لذلك النقابة تقوم بدور، لكن دورها ينحصر في العمل الاتصالي حيثما هي في باريس أو حيثما هي في جنيف أو حيثما هي في المنطقة العربية، المؤتمرات الدولية، الاتصال بالأمم المتحدة، توضيح واقع حال الصحفيين، التعبير عن معاناتهم، ترتيب بعض الأمور قدر الاستطاعة لمساعدة بعض الأسر، أسر المعتقلين إذا تمكنت من ذلك من خلال بعض الأشياء المحدودة جدا حدثت ثم تراجعت. يعني هذا هو واقع مثلها مثل كل مؤسسات البلد ومنظمات الراهنة في ظل دولة دويلات أو دويلات الميليشيا. أشكرك جزيلا أستاذ سعيد ثابت وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين، كنت معنا من الدوحة. وأعود للأستاذ توفيق الحميدي بسؤال أخير. أستاذ توفيق، كيف يمكن فرض مزيد من الضغوط على الأطراف لوضع حد لهذه الانتهاكات والإفراج عن الزملاء الصحفيين المعتقلين والمختطفين؟ تبدأ بمجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى هو تسليط الضوء على هذه الانتهاكات وكشفها وإظهارها للعلن، لأن يعني تعتيم مثل هذه الانتهاكات وعدم إظهارها يساهم في مزيد منها وفي كثير من المعاناة. الأمر الثاني، يجب أن يتم هنالك تخاطب مستمر وعلى نطاق واسع سواء للمنظمات والنقابات المتخصصة في للدفاع عن الصحفيين على المستوى الدولي أو حتى للصحافة الدولية ذات التأثير الكبير مثل الصحف في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها من الدول، بحيث يتبلور الرأي أيضا بجانب رأي سياسي وشعبي وبرلماني بجانب هذا الأمر، لأن حرية الصحافة اليوم تعتبر هي المرتكز الأساسي والذي يقاس عليه مدى التزام وديمقراطية الدول من عدمه. وبالتالي مثل هذا الأمر أعتقد مهم جدا أن يتم طرق هذا الباب بصورة مستمرة لتشكيل على الأقل رأي عام دولي، إضافة إلى طرق أبواب المؤسسات الأممية بصورة مستمرة، خاصة يعني المختصين والمعنيين بشأن حرية الصحافة، لتصبح قضايا الانتهاكات في اليمن مطروحة بصورة دائمة ومستمرة على مجلس حقوق الإنسان وتناقش في الندوات إلى غير ذلك. أعتقد بعد ذلك ستتحول إلى عنوان عريض للمبعوثين الأمميين أو للمسؤولين عن المفوضية أو حتى للأمين العام، وبالتالي سيكون هنالك نوع من الضغط الدولي والمحلي إما لتخفيفها أو للإفراج عن الصحفيين المعتقلين حتى الآن. أشكرك جزيلا أستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سامي الحقوق والحريات. وأختم مع الأستاذ عبد الرقيب الهدياني من عدن. أستاذ عبد الرقيب، اليوم في ظل هذا الوضع القاتم للصحافة والصحفيين، من يمكنه حماية الصحفيين وما هي الخيارات المتاحة اليوم أمام الصحفيين لممارسة مهنتهم والقيام بدورهم؟ يعني في ظل هذا الواقع يعني لم يعد هناك من خيار أمام الصحفيين، يعني إلا يعني وهكذا تريد الميليشيات، وهذا هو الواقع الطبيعي حتى يرضوا حياتهم، إما أن يسكتوا ويتوقفوا عن مزاولة أعمالهم أو الخروج خارج الوطن. يعني وكلاهما يعني صعب ومكلف ويعني ويصعب على الصحفي. يعني لا يوجد اليوم سند يمكن اللجوء إليه
لكي يدافع عن الصحفيين ويحميهم من هذا التغول الذي يتمدد في كل اليمن من أقصى إلى أقصى، إلا عمل إعلامي كبير يقوم به الصحفيون والحقوقيون المتواجدون خارج الوطن كما ذكر الأخ الحميدي، مخاطبة الجهات العليا المهتمة بالصحافة، مخاطبتها وللضغط على السلطات. العمل الإعلامي نفسه يعني قد يساعد في حماية الصحفيين والحد من الجرائم التي تطالهم من قبل هذه الميليشيات وعناصرها وأطرافها. الحل هو هذا، أما اللجوء لطرف آخر لم يعد موجودا على الأرض. الدولة نفسها تعاني من هذه الميليشيات، المنظمات المجتمع المدني تعاني من تجريف هذه الميليشيات، الأحزاب نفسها تضرب على يد هذه الميليشيات. كل منظمات المجتمع المدني ومنها الصحافة والصحفيون هم هدف لهذه الميليشيات. يعني نحن أمام واقع بائس، أمام واقع يعني مؤلم، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن وطننا وعن شعبنا يعني من هذا الواقع التعيس. أشكرك جزيلا أستاذ عبد الرقيب الهدياني الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من عدن، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج الحلقة الزميل أمين بارفي، في أمان الله.